الاستاذ اشرف دوابه، اشرف دوابه كان قول بيقول على حكايه اعلان المؤشرات دي اللي تاجل. كان بيقول كده، بيقول تاجيل اعلان مؤشرات بحوث الانفاق والدخل الذي كان من المفترض الافصاح عنه فبراير الماضي يؤكد ما ذكرته منذ اكثر من عام بان الفقر في مصر تعدى نسبه 60% وان تجميل الارقام الاقتصاديه هو منهج العسكر. عندك تعليق سريع على ده؟ طبعا، وده صحيح، هي تجاوزت 60%، والدليل على ذلك انك انت معدلات الفقر بتاعت الطبقه الوسطى، لان كل الطبقه الوسطى تقريبا اكتر من 80% من الطبقه الوسطى التي دخلت في طائفه الفقراء. فما عادش كلمه محدود الدخل ومتوسط الحال، اصبح الكل فقراء كله. وهنا ممكن من المؤشرات اللي جايز ما عندناش ارقام بس اتاكد عليها، لو انت حسبت مثلا تكاليف التعليم بتاعت المدارس الخاصه في مصر في الفتره الاخيره ارتفعت بشكل مهول جدا. لو لسه هترتفع تاني، ولسه هترتفع كمان، لان الكهرباء هتزيد تاني والبنزين، ده غير الكهرباء، لان الكهرباء احنا مشتركين فيها. بس الطبقه الوسطى في موضوع التعليم مهمه، ليه؟ لان الطبقه الوسطى مستعده تجوع بس تعلم ولادها. فعشان كده موضوع ضرب ورفع اسعار التعليم دي سياسه مقصوده من السيسي، لانه الطبقه الوسطى، وده الكلام ما وراء هذا الفقر وما وراء هذا التجويع، ان الطبقه الوسطى هي المنافس الوحيد لقوه العسكر، وهي المنافس في السلطه السياسيه، لان هم اللي بيتعلموا ومهندسين ودكاتره وسياسيين ومثقفين واحزاب، وبالتالي ضربها الحقيقي بيتم في التعليم. يعني مقصود؟ طبعا.